يعني كيف تتم علاج هذا المرض، وهل عنده يعني تأثيرات في المستقبل؟ ممتاز. اليرقان علاجي بيعتمد على المسبب حقه. احنا قبل شويه قلنا انه اليرقان بيكون بادي من اليوم الثاني، بنعتبر احنا بنقول عليه اليرقان الفسيولوجي طبيعي بيحصل وبينتهي من براهو. في بعض الحالات بتحتاج منه انه هو التعريض للشمس، اشعه الشمس ممكن تعالج طبعا، اللي هم لو في ناس شافوها في الحضانات بتلقى ان الطفل بيكون في الحضانه يقول اخذت تحت اللمبات اللي لونها ازرق، دي برضه جزء من العلاج حقها. ثاني حاجه مثلا لو كان المسبب مثلا فيروس يتعالج الفيروس فبيمشي. اذا كان مثلا والله ابدا المسبب مثلا عامل وراثي ولا عامل جيني، هنا بيحتاج انه يكون في متابعه دقيقه وفتره طويله. مشكله اليرقان حاجتين، اذا ما تعالج انه ممكن يسبب مشاكل في الجهاز العصبي المركزي، ممكن وممكن يسبب مشاكل في الكبد نفسها، ربنا يحمي الجميع يا ساتر. فعشان كده هو حاجه لازم الناس تتابعه. طب دكتور، هل ممكن يعني مرض اليرقان ده هل ممكن ان هو يتعالج ويرجع مره ثانيه؟ صحيح، ده بيعتمد على السبب حقه. اليرقان ده المسمى الكبير، لكن تحته فيه اشياء كثيره جدا، امراض ممكن تكون. هل هو اليرقان من النوع المباشر، هو اليرقان من النوع الغير مباشر، هو ما يرقان بسبب انه في انسداد في الغدد الصفراويه، فاسبابه كثيره جدا جدا. نعم. لكن بس الحاجه اللي بنبه عليها، طفل عمره اسبوعين في تغير في اللون حق الفسحه حقته او البراز حقه للون الباهت، لازم يتشاف بدكتور امراض جهاز هضمي عند الاطفال. نعم. طب دكتور برضو